صباح الخير والرزق والسعادة، زي ما أنا بحب دايما أبدأ كل يوم بطاقة كده إيجابية، ويا رب دايما أيامنا تكون حلوة، بس المهم جدا إن احنا نسعى ونسيب الباقي إن شاء الله على ربنا، زي بالظبط كده المنتخب، وهنتكلم في ده كتير. صباح الفل. بداية سريعة، بداية سريعة غير متوقعة، زي بالظبط المنتخب. صباح الفل عليك، صباح الفل عليك، صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي، إن شاء الله تستمتعوا معانا بحلقتنا النهاردة كالعادة، وتحديدا في الجزء التاني بصفة خاصة أكيد هنفتح ملفات تهمكم. بشكل عام هنتكلم طبعا عن النادي الأهلي وعن الرياضات المختلفة فيه والإنجازات وآخر الأحداث والمستجدات، ده من ناحية. من ناحية تانية طبعا لن يخلو حديثنا مع حضراتكم النهاردة عن الكلام أو من الكلام عن منتخبنا القومي، ده في الجزء الأول. الجزء الثاني عندنا فقرتين حواريتين، الأولى هتكون عن كاراتيه النادي الأهلي وبطولات الجمهورية وإفريقيا والبحر المتوسط، وتاني فقراتنا هتكون مع الأستاذ وليد الحديدي الناقد الرياضي اللي هنتكلم معاه في كتير من الأمور اللي تهم حضراتكم. بص، احنا يعني هنتكلم طبعا في ملفات عديده واهمها اكيد المنتخب، ويعني خلاص ان شاء الله زي ما بيتقال كده، مش هنقول نكون او لا نكون، احنا كنا خلاص، احنا موجودين، احنا مش محتاجين ان احنا نثبت نفسنا اكتر من كده، بس زي ما احنا شفنا مفيش توقعات يا كريم، يعني مفيش في كره القدم توقعات طبعا. بتشوف يعني منتخبات انت كنت بتراهن عليها بتخرج اصلا في طبعا. يعني زي امبارح ماتش تونس، هل مثلا حد كان طبعا يتوقع امبارح ان تونس تفوز؟ مفيش الكلام ده. فيعني خلينا برضو لآخر، خليني أقول إيه، لآخر توقيت إحنا بندعم، إحنا عندنا ثقة، إحنا واثقين إن حتى لو إحنا بنعترض على بعض الأساليب اللي بيتبعها يعني كيروش، لكن إحنا برضو واثقين إن إحنا عندنا منتخب قوي جدا، لعيبة تقيلة جدا، فنأمل إن شاء الله إن يكون في خير بكرة، لأن خلاص يعني زي ما بتقال كده. وأنا قريت برضو تعليق عجبني قوي كريم، مش هتفق معاه ولا لأ، كان ناس كاتبة كده وبعض المحللين يعني بلا ذكر أسماء بيقول لك إحنا جرأنا الناس علينا، البعض بيشوف ان احنا جرأنا الناس علينا. انا عشان كده بقولها النهارده، احنا فعلا ممكن يكون يعني في ناس ما كانتش اصلا تحلم ان هي تلعبنا، ابتدت تتكلم على منتخب مصر، ابتدت تنتقد في منتخب مصر، ففعلا يمكن احنا جرأنا الناس علينا، بس مش هو احنا يمكن الظروف اللي احنا فيها، يمكن الاداء اللي احنا فيه، يمكن السيستم اللي بيتحط لنا، لا اعلم، بس مهما كان السبب احنا فعلا ممكن نكون جرأنا البعض علينا، ولكن احنا في انتظار كجماهير مصريه في انتظار العوده مره اخرى، لان ده اللي احنا نستحقه، فباذن الله خير، وهنتكلم على كل حال في التفاصيل. بس خلينا في البدايه نطمن حضراتكم على منتخبنا اللي ظهرت سلبيه مسحته الطبيه الحمد لله، واللاعبين كمان امبارح وصلوا تدريباتهم استعدادا لماتش كوتيفوار بقى بكره، اللي هيكون زي ما انا قلت في طبعا تمام الساعه 6، بس خلاص يعني الناس كلها منتظره، الناس عايزه تشوف كوره واداء ونتيجه. كيروش يعني على الصعيد الثاني حرص امبارح ان كمان التمرين يكون مغلق بعيد عن وسائل الاعلام، حرصا على هنا فرض جانب تكتيكي كويس، على فكره ده حاجه ايجابيه جدا، احنا مش زعلانين ابدا، مش مهم خالص الاعلام يكون متواجد، بس المهم ان بعد كده يكون في شيء مرضي لينا كلنا، ده اللي هنرجع نقوله وهنقعد نكرره كذا مره. على كل حال بنتمنى ان احنا نكون مختلفين في ماتش غدا، بنقدم مستوى اكيد اكيد يليق بينا، وباذن الله كمان نحسم هنا بقى كريم التاهل لدور الثمانيه. وعلى الصعيد الثاني برده خليني اقول لحضراتكم نطمنكم، احمد فتوح ومحمود الونش وصلوا تدريباتهم التأهيليه وبنسبه كبيره وفقا للمعلومات يعني اللي جات لنا ان فتوح هيلحق ماتش غدا، لكن الونش لسه مش جاهز، فدي اخر المستجدات. على كل حال طبعا بنتمنى مره ثانيه يعني اللعيبه يكونوا في افضل حالاتهم، هو ده اللي احنا منتظرينه. برده عشان الكلام يبقى واضح، ارضيه ملعب مش حلوه، ارضيه الملعب ممكن ما تكونش الافضل، عندك بعض المشاكل في التحكيم ممكن تكون موجوده، خلاص دي برده ممكن تكون امر واقع يا كريم طبعا. احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نتحكم في الظروف، ما نوصلش ان احنا نحط نفسنا تحت رحمة اصلا اي غلطة تحكيمية، يعني ده اللي احنا بنأمله غدا ان شاء الله ان احنا نشوفه، اعتقد الجماهير كلها منتظرة. وانت بتقولي احنا عملنا كده في نفسنا واستدركتي وقلتي هو مش احنا احنا، سرحت انا في ايه بقى، هو مش احنا احنا على فكرة ولا هم هم، هو حلو ده. والله العظيم. المهم نروح بقى لعقوبات تم فرضها او فرضها الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بناء على بعض الأحداث اللي شهدتها هذه النسخة من البطولة، وكانت كالتالي: أولا توجيه تحذير للاتحاد الكاميروني لكرة القدم بسبب ضعف تأمين لقاء الجزائر وكوت ديفوار اللي اتلعب طبعا يوم الخميس اللي فات، وغرامة بتبلغ قدرها أو قيمتها برضه عشان أقول لحضراتكم الرقم بالتحديد $5,000 على الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد اقتحام مجموعة كبيرة من المشجعين إلى أرضية الملعب،
برضو في غرامة 10,000 دولار على الاتحاد الإيفواري لاقتحام مشجعين كوت ديفوار لأرضية الملعب، وسيتم توقيع غرامة قدرها 5,000 دولار في حال تكرار ذلك من المشجعين الإيفواريين في مباراة مصر، وأيضا غرامة على منذر الكبير وفاروق بن مصطفى مدرب وحارس مرمى تونس قيمتها 5,000 دولار على كل منهما لسوء السلوك، وتم التواصل مع الاتحاد التونسي لكرة القدم للتشديد على الالتزام بمبادئ النزاهة والروح الرياضية في كافة المباريات القادمة. طيب ده شيء على فكره كويس، وده خبر ايجابي انا شايفاه، ما فيش اي مشكله. لو هنتكلم بقى كريم عن امبارح وماتشات امس، وخلينا نتكلم بالبدايه بحسم منتخب جامبيا التاهل لدور الثمانيه، نتكلم لاول مره بجد البطوله فيها حاجه غير مفهومه، كره القدم غير متوقعه. ما ينفعش تدخل بطوله وتقول يا كريم انا عارف مين المنتخبات اللي يعني اللي هتتصدر، ومين المنتخبات اللي هتتاهل، ومين المنتخبات اللي مش اللي هتخرج مثلا. لا، ما فيش الكلام ده. يمكن البطولات الاخيره اللي احنا شاهدناها هذا الموسم هي اللي بتاكد هذا الكلام. على كل حال عايزه اروح لحاجه تانية، انا يعني اعتقد ان هي فعل خير جدا المنتخب. هقول لحضراتكم ليه، يعني بنتكلم هنا عن يعني فرق التشبيه برضو علشان الناس يعني تبقى رابطه معايا. اللي احنا بنتابع او احنا بنتابع كريم توقعات النقاد والنجوم في كل افريقيا، ده من اول ما بدات بقى، وده اللي بياكد كلامنا انا وكريم اللي بنقوله تقريبا كل يوم. يعني بتلاقي هنا ان التوقعات يمكن اكتر من 60 او 70% كان منها رايحه في اتجاه ان فكره هنا نيجيريا هي اللي هتكسب تونس. فلا، اللي حصل هو العكس تماما. فعلا امبارح تونس قدمت ماتش عظيم، ماتش محترم جدا، فده شيء بيثبت وبياكد كلامنا تاني، ما فيش حاجه مضمونه. فبرضو الناس اللي بتتوقع ان مصر مش هتفوز، لا برضو بقول لحضرتك ان الكلام ده مش وارد. يعني الكلام ده برضو في ناس على فكره بتتوقع ان مصر مش اللي هتفوز، او يعني الكفة مش راكحة ناحية مصر. يعني برضو تاني مفيش توقعات في كرة القدم، ده اللي احنا شفناه وده اللي كل يوم بيثبت أحقيته على الأرض. فعلى كل حال أنا عاجبني جدا عدم رد المنتخب على تصريحات زي كده، وكيروش كمان ما تصرعش ورد، لأن احنا بنرد على الملعب. الرد دايما عندنا بيبقى على الملعب، اللي عايز يقلل يقلل، اللي عايز يتكلم يكلم، اللي عايز يطلع إشاعات يطلع إشاعات، اللي عايز يعمل أي حاجة يعملها. احنا ردنا على الملعب زي ما احنا متعودين من منتخبنا، فإن شاء الله التوفيق يعني. يا رب إن شاء الله. برضو المباراة التانية اللي لا تقل احتراما عن مكسب طبعا أو مكاسب جامبيا في مباراة اللي هي مباراة الكاميرون وجزر القمر، الحقيقة يعني حاجة تفرح جدا فكرة ان احنا نتابع فريق مصدق حلمه وبيحارب عشانه وبيشتغل عليه رغم خسارة جزر القمر لاعتبارات كتير، الحقيقة اهمها الارض وجمهور واسم طبعا وتاريخ الاسود ده، غير طبعا الظروف الغير طبيعية اللي صدفت القمريين، يعني اهمها طبعا وباء كورونا اللي تحسوا كده انه راح يا ويندي عشان الفريق ده بصفة خاصة. ده طبعا يعني الى جانب غياب حراس المرمى الثلاثه ومشاركه المدافع شاكر الهدهور في مركز حراسه المرمى، يعني ضيفي بقى على كده يعني مجموعه كبيره جدا من الـ 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 الاحداث اللي حصلت زي حاله الطرد اللي كانت في اول 7 دقائق. يعني لو مانشستر سيتي بيلعب الحقيقه كان زمانه برضو انهار، ما بالكم بقى برضو بفريق زي جزر القمر، الحقيقه شيء يستحق التقدير. صح. والاحترام. صح. دي نقطه. الدرس الثاني كمان المستفاد هو الاصرار على النجاح، حتى لو كان النجاح ما تحققش، بس يكفي فكرة ان الواحد يحارب لغاية اخر نقطة عرق في يعني مع كل لعيب من اللعيبة. ده اللي احنا كنا بنستناه احنا كمان فيما يتعلق بينا وبمنتخبنا، واللي ان شاء الله متوقعين ان هم هيعملوا بيه بإذن الله، مش بس المباراة يعني المباراة القادمة ولكن الفترة اللي جاية كلها ان شاء الله. امبارح جزر القمر خرجت بعد ما كانت يعني سبب في ان هي تطيح بمنتخب غانا صاحب التاريخ العظيم، وعملت قدام الكاميرون ماتش اقل وصف ليه انه كان ماتش تاريخي بالمعنى الحرفي للكلمه. طبعا انتهت المباراه بنتيجه 2-1 لاسود الكاميرون. بنتمنى كل التوفيق لكل شخص مجتهد ولكل فريق مجتهد. ولسه عند كلامنا احنا، البطوله دي يعني لم تبح بعد بكل اسرارها حتى هذه اللحظه، كل يوم والتاني بنتفاجئ باحداث ومستجدات، ادينا قاعدين وبنتابع وبنشوف. طب في بقى خبر امبارح كان برضو نزل وكان عاجل يعني بالامس، لان ناس كتير جدا كمان كانت شايفاه خبر مهم، وهو خبر فعلا مهم. الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف اعلن عن تاجيل مباراه الاهلي والمريخ السوداني، وده كان الى حد ما برضو متوقع من البعض. المفروض كان اقامتها مقررة
الحراره في القاهره يوم او يومي 11 و12 فبراير ده المقبل، كان ضمن منافسات الجوله الاولى في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. اللي قال او اللي حصل، الاتحاد هنا الافريقي قال في بيان لي عبر موقعه الرسمي، لجنه المسابقات لجنه مسابقات الانديه قررت تاجيل مباراه الاهلي والمريخ السوداني عشان تقام يوم 5 بقى مارس المقبل، هتكون الساعه تحديدا 9 مساء في ملعب الاهلي والسلام بالقاهره. والاتحاد اوضح ان قرار تاجيل المباراه ده جاء بسبب مشاركه النادي الاهلي في بطوله كاس العالم في طبعا للانديه، والمقرر اقامتها في ابو ظبي في الفتره ما بين 3 ل 12 فبراير المقبل. طيب بمناسبه بقى هنا لو هنتكلم يعني عن قرعه دوري ابطال افريقيا، وضعت الاهلي كمان ضمن المجموعه الاولى مع انديه من زي سان داونز الافريقي والمريخ والهلال السودانيين. فيعني دي اخر المستجدات، وزي ما كنت بقول لحضراتكم ده كان خبر عاجل بالامس، يمكن ناس كتير جدا تداولته، كان حصري كمان لليوم السابع. يعني نخش بقى على النادي الاهلي واخر الاخبار والمستجدات اللي بتحصل فيه. كابتن محمود الخطيب تفقد فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، طبعا متابع كل اعمال الاعمال الانشائيه في هذا الفرع بما فيها المسجد الجديد اللي بيتم بناؤه على مساحه كبيره جدا طبعا بعد ان حصل النادي على كافه التراخيص اللازمه. كمان رافقوا خلال هذه الجوله سياده اللواء خالد عبد الرحمن مدير الفرع، وشملت ايضا متابعه سير العمل في ملاعب النجيل الصناعي الجديده اللي بيتم تجهيزها طبعا وفقا لافضل المعايير لتكون جاهزه للاستخدام او للعمل فور الانتهاء منها بالكامل بعد ان تم تزويدها كذلك بكشافات اناره على اعلى مستوى. كمان تفقد المنطقه الخاصه بانشاء حمام السباحه والمبنى الاجتماعي الجديد اللي هيضم منطقه متكامله الخدمات طبعا لجلوس كافه الاعضاء. كمان تفقدوا صالات الجمباز والكاراتيه والسكواش اللي تم افتتاحها مؤخرا. وعقب الجوله عقد الكابتن محمود الخطيب جلسه مع الاداره التنفيذيه بالفرع طبعا في حضور مديري الادارات للاطمئنان على سير العمل وكمان على تدريبات الفرق الرياضيه والاكاديميات، ووجه بضروره تقديم افضل الخدمات للاعضاء والتيسير عليهم وتلبيه كافه احتياجاتهم. بص يعني هو في شغل حلو جدا بيتم، ولو رحنا برضو حاجة خاصة بلجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة طبعا الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، هي امبارح استقبلت كمان عدد كبير جدا جدا من المتقدمين عشان يحصلوا على عضوية النادي الأهلي، سواء بنتكلم فرع الشيخ زايد هنا أو التجمع الخامس. طيب إيه اللي حصل؟ الأستاذ طارق قنديل وكمان محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة وأستاذ عزة حلمي مديرة الاشتراكات عملوا يعني بعض المقابلات الشخصية للمتقدمين إن هم عايزين يحصلوا يعني على عضوية النادي. وليه الناس برضو لو ممكن نيجي نسأل نفسنا يا جماعة، هو ليه الناس عايزة تقدم قوي كده، عايزة تشترك، عايزة تكون جزء من النادي الأهلي؟ لأن في طفر حقيقي على الأرض حاصلة، مش في فرع أو اتنين، لا في كل الفروع. عندك خدمات مختلفة بتقدم للأعضاء، ومش بس بتقدم وخلاص، لا بتقدم بجودة محترمة جدا بما يعني يرتقي ويليق بأعضاء أكيد النادي الأهلي. فبتتكلم هنا عن طفرة، سواء بنتكلم برضو في مقر الجزيرة أو الفروع المختلفة، وعلى فكرة تحديدا كمان التجمع الخامس، لأن التجمع الخامس لا في الفترة الأخيرة فعلا شهد إقبال كبير جدا على الاشتراكات فيه، وفي نفس الوقت كمان طفرة كبيرة جدا في الإنشاءات الخاصة فيه. فإحنا كأهلوية لما نيجي نسمع حاجة زي كده، لا بتهيألي حاجة تسعدنا جدا إن طبعًا. يعني كل ده دخل للنادي، كل ده حاجة جميلة، والاشتراكات دي بيبقى فيها طبعا بعد كده أعمال بتتم وغيره وغيره، فحاجة لا أكيد حلوة جدا. وفكرة الإقبال الشديد بكابتن محمود الخطيب برضو تحدث عن ده قبل كده، لا فيعني حاجة على أرض الواقع هو بنشوفها، فيعني كويس جدا. ولسه والأعمال اللي بتتم اللي أنت بتتكلمي عليها، إحنا تقريبا ما فيش حلقة بتخلو من خبر يعني يخص فرع ما من فروع النادي الأهلي، حاجة تم يعني استحداثها، إضافات جديدة تخدم كل أعضاء وكل يعني كل الناس اللي بيروحوا ثلاث فروع للنادي الأهلي، حاجة محترمة بالمعنى الحرفي للكلمة. عايزين كمان نتكلم من امبارح، يعني كان في برضه حدث كان لافت لأنظار كتير جدا من الناس، وأكيد اللي من حضراتكم ساكن في محيط هذه المنطقة بصفة خاصة أكيد خد باله منها. امبارح أنار برج القاهرة أضواءه بمناسبة العد التنازلي لإطلاق فعاليات الأولمبيات الشتوية بكين 2022 المقررة طبعا يوم 4 فبراير. عروض برج القاهرة الضوئية ظهرت على طول البرج وتتضمنت ثلاث عبارات، هي بكين 2022 وأراك في بكين بعد 10 أيام، فضلا طبعا عن شعار أولمبياد بكين الشتوية. من ناحية تانية كشفت اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين الشتوية عن دخول 2586 شخص ضمن المنتخبات المشاركة إلى الصين خلال الفترة من 4 و22 يناير، من بينهم 171 رياضي وموظف بالفرق المشاركة، إلى جانب 2415 شخص
يعني معنيين برضو بهذا الأمر. كمان قررت حكومة بكين رفع درجة الطوارئ إلى الدرجة القصوى منذ أواخر شهر يناير الجاري وعلى مدى أسبوعين قبل انطلاق فعاليات أولمبياد بكين الشتوية في ظل استمرار أزمة وباء كورونا. وطبعا هيتم تطبيق نظام الحلقة المغلقة وكافة الإجراءات الحماية الشخصية خصوصا المتعلقة بإجراء اختبارات كوفيد 19 بشكل يومي لرصد الحالات الإيجابية مبكرا ووقف انتقال العدوى. طبعا مهمة مش سهلة، احنا بنتكلم على اولمبياد، دورة اولمبية، للأسف لا يكفي الاعداد، ده احنا بنقول لحضراتكم بالالافات اهو. فطبعا اكيد مهمة مش سهلة، بس ان شاء الله يعني ربنا يسهل الاحوال، ما يكونش فيها اي اصابات ولا عدوى باذن الله. هو الواحد على فكرة كده كده يعني ده اللي انا سألت فيه بقى كذا دكتور، مش دكتور واحد، طول ما احنا قاعدين احنا ممكن يعني ناخد فيتامينز عادي، فيتامين سي، الزنك مهم قوي، حتى لو انت مش بتشتكي او خايف على نفسك، بس يعني دي حاجات بتبقى مفيدة يعني ان جنرال زي ما بيتقال. فيعني ممكن كلنا نعمل كده تحسبا لا قدر الله يعني لو في اي حاجة. ارجع اقول لك امتى بقى انا وند ربنا يزيح. والله انت بتقول لي بقالك سنه ونص السؤال ده مش عارفين اجابته بقى، ما كل أمل. شويه ويف كل شويه كل حاجه أمل. جديده بتظهر بس يعني. بس الفتره الاخيره ابتدت يعني في نبرات كده هو ايه عالميه، حتى مش في دوله معينه، شويه ابتدوا يتكلموا على ان يعني معظم الدول قد يكون برضو مرجعيتها اقتصاديه الحقيقه، بس فكره ان هم بيقول لك بقى خلاص ممكن تسافري من غير ما تعملي البي سي ار، مش الكمامه مش هتكون حتميه. فما تعرفيش الكلام ده مؤشر لايه، لان الدنيا ابتدت تخف شويه، ولا عشان الدنيا خربت اقتصاديا فقال لك بقى ملهاش حل، اللي الفيروس يتفيروس يعني. على كل حال احنا بس نخلي بالنا، وبخلي بالك من حاجه، الموضوع برضو يعني نصيب، يعني في ناس انا اعرفها ما بيسلموش على حد ولا بيلمسوا حد على طول الكمامه وبتجيلهم، وناس سايباها وما بتجيلهمش، بس ده لا مؤشر ولا ده مؤشر، ولا الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط، بس احنا نخلي بالنا ونعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا، يعني ربنا يعديها. بس احسن حاجه ان الاوميكرون ده بيقعد من 4-5 أيام 6 أيام بكتير، فيعني مش زي عدوى اساسا. وهو ايه اللي يجيبه هو اللي يجيبه اصلا خلينا انا نفسي اجرب ده والله. انا عايز اقول لك انا مش فاهم بتشربي حاجات عجيبه. كمون على ليمون على فكره، على فكره المشروب ده انا بنصح بيه والله حضراتكم، كمون على ليمون جميل جدا وبيخسس ويعني وحلو للشتاء، ليه لا؟ بتنصحيني انا بصفه شخصيه ان انا اشربه؟ انا ناقص اخس؟ لا مش التيست بتاعه حتى طعمه حلو والله، بس قوي، ده ريحته قويه ومريحه المعده، هي معلومه المخرج بيقولها لنا كمان. شفت ولسه فوائد بجد والله حلو جدا، واللي جاي احلى. طيب فاصل ونرجع نكمل كلامنا، اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه لعشرة الصبح في الاهلي. تعالوا بقى نروح للزميله العزيزه سالة حامد اللي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بجزيره، مش الشيخ زايد، موجوده في فرع النادي الاهلي بالجزيره. واحد بروحناش بقى العمليه في بيتها، العمليه في بيتها. المهم هنعرف من سالة كل المستجدات الخاصه بالنادي الاهلي. سالة صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، واكيد بصبح عليك انا هوندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم يعني حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار لجميع الفرق الرياضيه، واولهم طبعا الفريق الاول لكره القدم اللي كانوا في راحه سلبيه لمده 24 ساعه امبارح، والنهارده ان شاء الله هيعودوا مره اخرى يستأنفوا تدريباتهم على ملعب مختار التتش. يعني النهارده التجمع هيكون الساعه 11 والتدريب هيكون الساعه 12 عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة واللي هتكون يوم الخميس إن شاء الله أمام نادي سموحة، وهتكون في الجولة الرابعة من أو ضمن منافسات يعني بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، وهتقام يوم الخميس إن شاء الله في مدينة الإسكندرية على استاد الإسكندرية. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أنتقل وأروح لجميع الألعاب الأخرى، ويعني خليني طبعا أقول لك يا كريم وأكيد أقول لك أنا هوندو إن امبارح اليوم كان حافل بالمباريات والنتائج الإيجابية في جميع الألعاب، يعني سواء كرة السلة، كرة اليد، أو كرة الطايرة. يمكن كل المباريات لكل الألعاب دي كانت موجودة داخل مقر النادي على صالة الأمير عبدالله الفيصل. وأول مباراة يعني بدأنا بيها امبارح كانت مباراة الماسترز الرجال كرة الطايرة تحت قيادة طبعا الكابتن ميدو مسلحي، واللي قدروا ان هم يفوزوا يعني فوز سهل على نادي طنطا بثلاث اشواط مقابل لا شيء في الدور 16 من بطولة كأس مصر، وكده خلاص يعني بشكل رسمي رجال الطايرة تأهلوا للدور الثمانية من بطولة كأس مصر، وهيواجهوا نادي سبورتنج يعني في الدور الثمانية يوم الجمعة ان شاء الله في مدينة الإسكندرية على صالة نادي سبورتنج. كمان يعني المباراة الثانية اللي كانت على الصالة كانت مباراة لرجال كرة سلة وتحت قيادة المدير الفني الأسباني مستر أجاستي إبوش، واللي قدروا يعني رجال السلة بعد ما كانوا يعني متعادلين في النقاط مع نادي سموحة في أول كوارتر وتاني كوارتر
قدروا يعني باداء قوي واداء متميز ان هم يفوزوا على نادي سموحه بنتيجه 86-62. ويعني النهارده ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات وهيعودوا مره اخرى للتدريبات بكره عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه الاخيره في المرحله الترتيبيه للفرق في بطوله دوري السوبر لكره السله. يمكن يعني مباراه نادي سموحه كانت امبارح كانت قبل اخر مباراه في المرحله الترتيبيه، اخر مباراه في المرحله الترتيبيه هتكون يوم الجمعه ان شاء الله مع نادي الاتحاد السكندري، ودي اللي هتحدد ان شاء الله النادي الاهلي هيكون في صداره الدوري ولا لا. المباراه هتكون في مدينه الاسكندريه على صاله نادي الاتحاد السكندري. كمان المباراه اللي بعد كده كانت لرجال كره اليد واللي قدروا ان هم يفوزوا على نادي البنك الاهلي بنتيجه 9-35-22، ودي كانت يعني ضمن المنافسات للمرحله الثانيه لبطوله دوري المحترفين لكره اليد. قدروا امبارح رجال اليد ان هم يفوزوا ايضا فوز سهل على نادي البنك الاهلي، ولكن النهارده يعني بدون راحه هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه يوم الخميس اللي هتكون امام نادي طلائع الجيش، والمباراه هتكون موجوده برده هنا على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي الساعه 6، ودي هتكون يعني الجوله الرابعه في المرحله الثانيه لبطوله دوري المحترفين لكره اليد. كمان يعني رجال الطايره الماسترز بعد مباراه يعني طنطا امبارح النهارده هيكونوا برده يا كريم في راحه سلبيه من التدريبات ويعودوا مره اخرى التدريبات بكره ان شاء الله عشان يستعدوا لمباراه سبورتنج. يمكن كمان يعني استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان طايره بنات النهارده هيكونوا في راحه سلبيه وهيعودوا للتدريبات بكره الساعه 5:30 عشان عندهم مواجهه مهمه في الدور 16 من بطوله كاس مصر مع نادي ادلفي يوم الجمعه القادمه في مدينه الاسكندريه. وسيدات اليد النهارده عندهم تمرين الساعه 8 على صاله الامير عبد الله الفيصل عشان يستعدوا بشكل قوي لعوده المباريات مره اخرى ان شاء الله يعني في شهر 3 القادم. يمكن امبارح يعني الاتحاد المصري لكرة اليد حدد خلاص يعني موعد جميع المباريات في المرحلة الثانية لبطولة الدوري، واللي خلاص يعني صعد فيها 6 فرق من الأندية المصرية منهم النادي الأهلي. يمكن أول مباراة إن شاء الله هتكون يوم 11/3 شهر مارس القادم، عشان يوم 11/3 هيكون مع نادي الجزيرة على صالة مركز شباب الجزيرة، ودي هتكون في تمام الساعة 2 ظهرا إن شاء الله بالنسبة ل سيدات اليد. يمكن دي يا كريم ويا نهاوند كانت كل الاخبار بالنسبه لجميع الفرق الرياضيه وكمان استعداداتهم للمواجهات والمباريات الفتره القادمه. كمان الفريق الاول لكره القدم اللي عنده مواجهه مهمه مع نادي سموحه يوم الخميس المقبل. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك يا كريم تفضل. جميل جميل. يعني تغطيه كافيه ووافيه زي ما بيتقال. بنشكرك يا سالة جزيل الشكر على هذه التغطيه، ونروح بقى مع حضراتكم الى الصحافه الرياضيه. انا خدت بالي بس ان الجو كويس جدا دلوقتي. والشمس طالعه حتى واحنا نازلين الجو كان كويس. امبارح بالليل الجو كان برد جدا. طبعا صح، دايما بالليل عموما في الفتره دي. على كل حال خلينا بقى نروح دلوقتي زي ما كريم بيقول لجريده الشروق ومراسلتنا نورهان طمان عشان تتابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المختلفه. نورهان بصبح عليكي، بقالك كتير ما جيتيش معانا، صباح الخير طبعا. وعايزه اروح معاكي لان في منشطات مهمه. يمكن خلينا نبدا بالاخبار، والجزء ده انا وكريم كنا بنتكلم عنه كتير جدا، وفكره هنا الدعم المعنوي اللي المنشط بيتحدث بشانه. كيروش بيكلف جمعه والحضري وشوقي بالمهمه المعنويه، ده حاجه. الحاجه الثانيه ايضا اللي معاكي من الاخبار اللي لفتت انتباهي وهو تعليق الكاف عن تدافع أودى للأسف الشديد بحياة يعني مشجعي في أو بعض مشجعين في كأس الأمم الإفريقية. خلينا نعرف تفاصيل منك، تفضلي. يا صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. زي ما قلت يا نهاوند، الحديث عن كأس الأمم الأفريقية يعني مش هينقطع طبعا حتى نهاية البطولة، واهتمام الشعب المصري بمنتخب بلاده. وأول خبر معانا زي ما قلتي من جريدة الأخبار، كيروش يكلف جمعة والحضري وشوقي بالمهمة المعنوية، المنتخب يستدعي ثلاثية شحاتة للتحفيز قبل موقعة الأفيال. يمكن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر منح الثلاثي اعضاء الجهاز الفني عصام الحضري ومحمد شوقي وائل جمعه التحدث او حق التحدث مع اللاعبين قبل مباراه كوت ديفوار طبعا المرتقبه في دور ال 16 اللي هياخدها منتخبنا ان شاء الله يوم الاربعاء المقبل. الثلاثي طبعا نجوم الجيل الذهبي اللي كان تحت قياده كابتن حسن شحاته واللي حقق 3 ألقاب في كاس الامم الافريقيه على التوالي. كارلوس كيروش قال انه الثلاثه هيكون ليهم دور ان شاء الله في تحفيز اللاعبين بشكل معنوي، وان هم ازاي يقدروا يساعدوا الشعب المصري ان شاء الله في المباراه المقبله.
اما من موقع يلا كوره كاف يعلق على حادث اودى بحياه مشجعين في كاس الامم. يمكن التقرير اللي ذكره او اللي احنا معانا من يلا كوره قال انه 7 مشجعين توفوا في احداث مباراه او ضمن احداث مباراه الكاميرون وجزر القمر اللي يمكن انتهت بفوز الكاميرون بهدفين مقابل هدف. التقرير اللي معانا بيقول ان هم 7 اشخاص، ولكن تحديثا للخبر هم اصبحوا 8 صباح اليوم او في الساعات الاولى من صباح اليوم. طبعا حادث مأساوي، والاتحاد الافريقي لكره القدم قال ان هو بيتابع بشكل مكثف لطبعا تبعيات الحادث، ويعني محادثات مستمره مع الحكومه الكاميرونيه لعدم تكرار هذا الحادث الأليم. ومن جريده الشروق، المغرب تخشى تكرار سيناريو بنين امام ملاوي. النهارده منتخب المغرب هيقابل نظيره ملاوي في ثمن نهائي البطوله، ويمكن منتخب المغرب بيخشى سيناريو او تكرار سيناريو البطوله الماضيه اللي كانت بتستضيفها مصر، واللي خرج فيها المنتخب المغربي يعني امام بنين في ايضا ثمن النهائي بركلات الترجيح. آخر خبر معانا من جريدة اليوم السابع، السنغال في مواجهة مثيرة أمام الرأس الأخضر في ثمن نهائي كأس الأمم. يواجه منتخب السنغال النهاردة إن شاء الله في 6 مساء نظيره الرأس الأخضر. كمان حابين نفكركم أو تقرير اليوم السابع كتب أنه السنغال المنتخب اللي حافظ على شباكه في دور المجموعات سجل هدف وحيد وتصدر بمجموعته، وده يمكن حدث جديد على منتخب السنغال في البطولة. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة الشروق، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. يعني تغطية برضو أكثر من رائعة، مشكورة جدا عليها نورهان. وما تغيبيش بقى، أنت بقالك فعلا فترة طويلة يعني مش معانا في التي فيوهات، وإحنا حابين أنت تبقي دايما معانا، أنت من جد من المراسلين الشاطرين جدا عندنا، شكرا ليكي. طيب طيب إحنا هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع بقى عشان نبتدي مع حضراتكم أولى فقراتنا الحوارية، خليكم معانا. كل فترة كده بنحب ان احنا نحتفل برياضيين بتوعنا في النادي الاهلي اللي بيشرفونا فعلا. النهارده هنحتفل بفرق الكاراتيه بالنادي الاهلي اللي دايما بيحققوا نجاحات محلية وقارية كمان. خلينا نرحب بيهم ونتكلم بقى عن رحلة النجاح كده زي ما بتقال كابتن خليفة عبد الدايم مدرب كاراتيه بالنادي الاهلي. صباح الخير. صباح الخير. وملك عبد الحميد لاعبة الاهلي للكاراتيه واول افريقيا. يا صباح الفل. صباح الفل عليكم، سعداء جدا بوجودكم معانا، ومبروك طبعا الميداليه والمركز الاول على مستوى افريقيا، دي حاجه مش سهله طبعا. انا لابساها تقريبا بتاعت الجي بتاعت افريقيا. حاجه اكيد وراها رحله كفاح. يعني تعالي بقى نعرف منك ولو بشكل مختصر الاستعدادات اللي مريتي بيها الفتره اللي فاتت دي كلها لغايه لما وصلتي لهذا المركز الاول افريقيا. طبعا عديت بمراحل كتير جدا وضحيت بحاجات كتير جدا في حياتي عشان الميداليه دي. طبعا دخلت منتخب مصر وعملنا تصفيات كتير جدا جوه، ومش عايزه اقول ان انا مريت بحاجات وحشه، بس دي حاجات بجد كانت بتشدني ان انا ان طعم النجاح هيبقى حلو بالحاجات دي طبعا. ومش سهل يعني، طبعا النجاح مش سهل، مش سهل خالص، لا مش سهل خالص. ودي يعني الحاجات دي طبعا بتفضل تدفعني لقدام لحد ما وصلت اللي انا فيه الحمد لله. بس فدخلت المنتخب الحمد لله وكفحت جوه، ولحد ما على طول اثبتت ان انا اول جوه، واختاروني ان انا امثل مصر في بطوله افريقيا، والحمد لله عملت اللي عليا وجبت اول. ما شاء الله جميل. ده كده باختصار ها، بس احنا هنرجع تاني ليكي للتفاصيل، لان بصي قصص النجاح دايما احنا بنحب نسمعها بالتفصيل علشان نتعلم منها. انا مش بجاملك بجد، الواحد بيبقى حابب يعرف طب البطل ده مثلا تالق في المجال الرياضي، طب هو ضحى بايه؟ انت قلتي ضحيتي بحاجات، فهنرجع نعرف ايه اللي ضحيتي، عملتي توازن بين الدراسه ولا لا، فوتي عيد ميلادات ناس كتير، سفر كتير، حاجات زي كده. لا عايزين طبعا نعرف منك. بس كابتن خليفه خليني برضو ابدا مع حضرتك، لان حضرتك بقى الشاهد على التطور كمان لاعبات بيوصلوا ليه وغيره، فبتاخدهم من هم برضه او تعرفوا ان هم اطفال لغايه لما بيتالقوا ويكبروا، فبرضه ممكن تكلمنا اكتر عن ده. بصي يا استاذه، يعني هي بنبدا مع الولاد من تحت خالص، من 5 سنين بنبدا عندنا قطاع الممارسه بيبقى ما شاء الله كبير جدا في النادي الاهلي. بنهتم بالولاد من مرحله البراعم. عندنا الكاراتيه قسمين، كاتا وكوميتيه. انا مدرب كوميتيه.
كوماتيل هو الاستعراضي اكتر. كوماتيل اللي هو القتال الفعلي. الكاتا الكاتا سوري هي الاستعراضي اكتر صح. بنوصل الحمد لله بندخل في منافسات داخليه وبناسس فرق ونبدا بالبراعم ونطلع بيهم يلعبوا 10 سنين و11 سنه والحمد لله بنوصل بيهم لليفل لحد ما بيبقوا زي ملك كده ويوصلوا للبطولات القاريه والبطولات الدوليه والحمد لله عندنا قاعده كبيره جدا وبنعرف الحمد لله ننافس بيها كويس يعني الحمد لله. حته الكاتا والكوماتيه يعني مين اللي بيقرر؟ هل اللاعب نفسه اللي بيقرر ولا امكانياته هي اللي بتخليه يركز في واحده من الاثنين؟ وهل اللي بيلعب كاتا غير قادر على القتال في الكوماتيه؟ هو في الاول في المراحل الصغيره اللاعب ممكن يلعب كاتا وكوماتيه بس بيوصل عند بنوصل عند مرحله معينه والكاراتيه يعني مش سهل والمنافسه في مصر مش سهله. مصر دوله رائده في الكاراتيه فلازم اللاعب يختار ما بين الكاتا والكوماتيه. اللي بيحدد ده ميول اللاعب هو بيميل يعني الكوماتيه محتاج يعني جراءه شويه محتاج حد كده لو في مساحه الاصابات وخلافه. الاصابات موجوده طبعا وبشكل كبير جدا تمام. فاللاعب يعني هو اللي بيحدد هيكمل كاتا او كوماتيه وطبعا الجهاز بيرجع يفصل شايف اللاعب ده لا هو يلعب كوماتيه هو امكانياته وطموحه ممكن يبقى بطل عالم في الكوماتيه وفي لاعب تاني هو كاتا اوكي كاتا بس هو كله في الاول بيبدا كاتا لازم يتاسسه كاتا. طب انا عندي سؤال يعني احنا كده ميزنا بين الكاتا والكوماتيه ازاي بقى اصلا بيتم الاختيار يعني ده سؤال دايما بيجي في بالي احنا ازاي بنختار اصلا اللعيبه وهم عندهم 5 سنين زي ما حضرتك بتقول شفت بنت مثلا يعني تخيلت زي ان دي ممكن تبقى بطله بعد كده او ولد صغير ازاي بيتم الاختيار بتعرف ولا الموضوع ما لا يقاس في البدايه اصلا يعني. لا هو الموضوع بيبدا اللاعب 5 سنين و6 سنين هو لازم يلعب كاتا بس اوكي تمام. هو من اول 7 سنين أو 8 سنين نبدا نشوف بقى اللاعب امكانياته اطرافه طويله المرونه عنده عاليه هو لاعب بطبيعته جريء ده بقى يميل اكتر للكوماتيه زي ملوكه كده يعني في الاول ما فيش تمييز بعد كده بتحدده يعني من اول 7 سنين أو 8 سنين بنبدا نفصل بقى واللاعب. طب انت مالك ليه اخترتي الكوماتيه مع انه برضو كنا لسه بنقول من شويه ان في مساحه برضو للاصابات ولكن الكاتا الدنيا على الهادي على الهادي. انا بدات كاراتيه من وانا عندي 5 سنين تمام. اتاسست طبعا كاتا في الاول ودخلت بطوله عندنا في النادي الاهلي كاتا وما حصلش نصيب فما حبيتهاش قفلت من الكاتا بالظبط فقلت بقى اجرب كوميتيه ولقيت نفسي فيها جدا وجبت مركز اول في تصفيه النادي عندنا وبقى قلت ان انا هكمل فيها. طب لقيتي نفسك يعني حسيتي ده من خلال ايه؟ هل فكره ان انت بتتنافسي مع حد مش مجرد بتعملي حركات استعراضيه كما هو الحال في الكاتا؟ هل فكره ان انت بتظهري قوتك اكتر وقدرتك على ان انت تغلبي الخصم من خلال الكوميتيه كانت عناصر جذب بالنسبه لك ان انت تركزي فيها اكتر؟ الكوميتيه بص هو الكاتا فيها حاجات كتير قوي استعراضيه تمام؟ بس لازم تكون شارك جسمك لازم لكن الكوميتيه ملهاش قاعده. الكوميتيه يعني لازم تكون قلبك ميت تمام ولازم انت تلعب ولازم تفرض على الخصم اللي قدامك ان انت تبقى اقوى منه. فدي حاجه انا لقيت نفسي فيها اكتر من الكاتا كتير فحبيتها فديت فيها بس. طب هو قصه الدعم بقى يعني ايه اللي بيحتاجوا اللاعبين برده كابتن خليفه الفكره هنا دعمهم يعني برده محتاجين نعرف هل في حاجه ناقصه ولا لا. انا بتكلم بقى هنا على مستوى الجمهوريه مش بس على مستوى نادي معين. والله يا استاذ هو الاتحاد بيوفر دلوقتي منافسات كتير جدا معسكرات للمنتخبات اللعيبه المميزه اللي بتوصل انها توصل تنافس على منتخب مصر بيبقى بنوصل بندخل بطوله مثلا من دور ال 64 البطوله فيها 64 لاعب عشان في الاخر ناخد 4 منهم يدخلوا منتخب مصر. 64 ناخد 4 ده 64 ده دول جايين بعد بطوله محافظه منطقه وبعد كده قطاع وبعد كده فاينل جمهوريه 64 لاعب في كل ميزان تمام ناخد 4 وندخلهم منتخب مصر بعد شويه ال 4 دول يبقوا 3 بعد شويه يبقوا 2 الاثنين دول يتنافسوا مع بعض لحد بطوله العالم. اوكي فالاتحاد بيوفر لنا دعم انه مش حساك بتقولها يعني ولا انا استشفيت غلط؟ لا يعني هو اللي يوفر لنا دعم صح؟ الحمد لله احنا الدعم هو اكثر نقله في الاجابه على جزء ده من السؤال. لا عايزين كلام بشفافيه عشان لو في مشاكل في الاول وفي الاخر مصلحه اللاعب من مصلحه البلد لان هو بيرفع اسم مصر في الخارج. فانا عايز لو اعرف ودلوقتي بتبقى فرص لو في مشكله انا ما اعتقدش في اي مسؤول ان هو ممكن يعني يقصر في ده لانه هيحاسب فخلينا نعرف منك لان الصوت لازم يوصل لو في مشاكل انا ما اعرفش في فعلا لا لا
بجد يعني طبعا احنا الدعم الاول لينا في الكاراتيه هو النادي الاهلي. هي مع كامل احترامنا للاتحاد. طب الاتحاد يعني في مشاكل؟ المفروض الاتحاد برضو داعم. لا يعني لا الحمد لله احنا ما عندناش مشاكل، الاتحاد بيعمل اقصى ما 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 في وسعه يعني. هو بيوفر لنا على قدر الامكان منافسات كتير، معسكرات للاعبين. الدعم المادي حضرتك تقصد مثلا؟ طيب بيسافروا. هو الدعم المادي، هو الالعاب الفرديه عامه الدعم المادي فيها بيبقى ضعيف. تمام. لكن يعني ان توتال كده هو بيوفر لنا على قدر المستطاع اللي احنا بنقدر يعني كويس. نوصل بيه ان احنا نبقى رقم واحد على العالم. ما عندكش مشاكل ولكن عندك نواقص. في كل شيء عامه يعني الكمال لله سبحانه وتعالى. ليه في نواقص في ظل ان احنا بنتكلم على يعني منتخب وبنتكلم على لعيبه بيحصلوا على مراكز متقدمه يعني قاريا زي ملك كده؟ يعني احنا بنتكلم على لعيبه مشرفين الرياضه وجهاز الرياضه دي بالتحديد في مصر، فايه اللي يخلي، هل ضعف الامكانيات مثلا؟ والله هو ده جزء يعني ضعف الامكانيات برضو. اللعبه الفرديه مثلا الكاراتيه ما فيش سبونسر، ما فيش يعني. ما هو السبونسر هيجي بعد ما البطل يتوج يعني، ده دايما بيجي السبونسرز بيجوا للابطال يعني. لما شفنا الاولمبياد بعد ما رجعوا تقريبا ما فيش حد من ابطالنا ما جالوش سبونسر وعمل اعلانات ودعايات وحاجات زي كده، فده ممكن يكون حافز حلو برضو. فاهم؟ طبعا طبعا. هو الاولمبياد طبعا وجود الكاراتيه في الاولمبياد غير المسار تماما يعني. خلى الاهتمام بيها حاجه يعني بقت افضل من الاول بكتير جدا، وان شاء الله هيبقى افضل بكتير جدا الفتره الجايه. حلو جدا. طب نسال اللاعب بقى نفسه يعني، ملك ايه اللي انت تحس ان هو لسه محتاجاه اكتر ايه، وفي نفس الوقت انت راسمه لنفسك ايه قدام؟ لان انا بحب دايما اعرف هل احنا بنبص لقدام، لازم كل شخص ناجح بيكون باصص للستبس اللي جايه ايه، فعايزين برضو نعرف منك. انا هدفي ان انا ابقى بطله عالم ان شاء الله يحصل ان شاء الله، ونفسي كمان ان الكاراتيه يبقى في الاولمبياد تاني يعني، مش المره دي ده بس يبقى تاني مش كاختيار بس بالظبط يعني. عشان يبقى لكذا حد يبقى بطل اولمبي، وانا نفسي في حاجه زي كده يعني اتصرف بيها طبعا. حلو حلو. واكيد انت طالما في النادي الاهلي ده داعم كبير، وانا مش بهزر لان احنا شفنا ده فعلا يعني مع جيانا، فيعني ان شاء الله يبقى عندنا اكتر واكتر كمان، وعندنا اوريدي كمان في العاب مختلفه يمكن. اسمها ايه بتاعت التنس الطاوله الصغننه؟ هنا جوده. هنا جوده جميله جدا. هنا جوده بطل بجد، مشروع بطل ان شاء الله يعني اولمبي، فباذن الله نشوف ده ان شاء الله. حضرتك قلت في وسط كلامك كده ان مصر دوله رائده في الكاراتيه، يعني الرياده دي جت من خلال الاسبقيه في الممارسه ولا جت من خلال تميز اللاعبين المصريين عبر الاجيال المختلفه؟ الكاراتيه احنا مش دوله مؤسسه للكاراتيه، احنا الحمد لله بقينا رقم واحد على الدوله المؤسسه للكاراتيه. يعني احنا الدوله المؤسسه اليابان. 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 طب يعني قدرنا نتفوق على اليابان اللي هي مؤسسه لرياضه معينه برضو، دي اكيد ما جتش من فراغ، ايه المقومات اللي خلتنا نتفوق على اليابان؟ احنا المصريين لما يعني لما نركز في حاجه او نحتاج نعمل حاجه بنعملها. احنا الكاراتيه عندنا في مصر العالم كله بيجي يعمل مؤسسات. لها سر بكلمك بامانه والله، اصل انت رديت عليا بجمله وباداء يعني فيه يقين. احنا المصريين حلو يعني، الثقه دي جايه من ايه برضو؟ نرجع ونقول يعني مبنيه على ايه؟ ايه اللي جوانا كمصريين بيخلينا عند لما نكون على المحك او لما نكون في موقف معين لازم معدننا الاصيل اللي جوانا بيبان فعلا؟ ايه اللي بيخلي ده يحصل؟ والله هو دي حاجه يعني ده دافع داخلي اصلا. عارف زي ايه؟ مع انا اسف لمقاطعتك، زي روح الفانيلا الحمراء كده الاخر ثانيه. هي روح موجوده وحاضره، وفي مليون موقف عدى على رياضات مختلفه اكدت فعلا ان روح الفانيلا الحمراء حاضره. ايه سرها هو يعني هي كمان؟ والله هو ده بيجي اصلا من يعني احنا مثلا في النادي الاهلي انا بزرع في الطفل اللي جاي لي 5 سنين في الكاراتيه انه المكسب بالنسبه لنا هو رقم واحد بس. رقم 2 و3 كتير جدا. زي الاخير وقبل الاخير. بالظبط. يعني رقم واحد هو ده المميز، غير كده كلهم زي بعض، ما بيفرقوش كتير عن بعض. تمام؟ فده يعني احنا المصريين، المصري ما فيش حد بيكبر في عينه يعني. يعني احنا في البطوله الاخيره في دبي بطوله الكبار احنا تعادلنا مع اليابان على المركز الاول، وهم فرقوا علينا في ميداليه برونز في الكاتا الكوميتيه. احنا الحمد لله اول على العالم. حلو قوي. حلو ده جدا. الحمد لله. يعني احنا يعني عندنا ما شاء الله عندنا الاسطوره، اسطوره الكاراتيه جيانا فاروق. بنت النادي الاهلي. بالظبط. جيانا فاروق دي يعني مش عايز اقول لحضرتك، لما اي بطوله عالم من اول ما بدات تلعب في بانر بجيانا في البطوله في الافتتاح.
فالحمد لله يعني احنا لما بنركز وبنسعى ونجتهد بنبقى في حته تانية. ملك في مصر كانت معاها في ميزانها المصنفه رقم واحد على العالم. واو. لعبه ممتازه جايبه اول عالم 2019. ما شاء الله. فتخيل انت معاك المنافس بتاعك المصنف رقم واحد على العالم. طب. فانت عشان خاطر اصلا يبقى في ما بينكم منافسه بيبقى محتاج مجهود كبير جدا. لا بس مالك برضو ما يستهانش بيها يعني. الحمد لله. والله متوقعين لك ان شاء الله مستقبل حلو جدا وترفعي اسم مصر بجد ان شاء الله في الاولمبياد يعني باذن الله يا مالك. مالك الحمد لله الاول افريقيا الحمد لله على كل المصنفين. هو ده بقى اللي احنا عايزينه. هو ده بجد ان شاء الله يعني او يعني فعلا مصر تستحق ده لان زي ما حضرتك قلت احنا عندنا يمكن روح ممكن ما نكونش الافضل ولكن في روح كده موجوده بتخلينا الافضل. ده شفناه في رياضات كتيره جدا بصراحه. فكل التوفيق ليكم نورتونا بجد. شكرا ليكم جدا. مبروك والمزيد من البطولات والنجاحات ان شاء الله. شكرا نورتونا وشرفتونا. طيب هنطلع فاصل يا حضرات ونرجع بعديها عشان نبتدي مع حضراتكم بقى تاني واخر فقراتنا الحواريه. خليكم معانا. لسه بنحتفل مع حضراتكم مع ابطال الكاراتيه في النادي الاهلي، الابطال اللي مشرفينا محليا وقريا والبعض منهم كمان عالميا. منورنا دلوقتي عمر اشرف لاعب الكاراتيه بالنادي الاهلي وكمان مريم العزبي. صباح الفل عليكم واهلا بيكم. اهلا بيكم. يعني اكيد بنسعد اي بطل بيمثل النادي الاهلي وانتم كمان في يعني في لعبه الكاراتيه متالقين جدا. احنا فعلا يعني مستوى بنتكلم هنا سيدات او رجال، احنا متالقين جدا. فخلينا نعرف كده في البدايه انتم من وجهه نظر وكل واحد فيكم بتشوفوا ليه الاهلي متالق اصلا في الرياضه دي تحديدا؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه الدعم اللي انتوا بتحصلوا عليه؟ انا هبدا معاكي. هو النادي الاهلي دايما بيدعمنا في تصفيات في النادي قبل البطولات المهمه زي تصفيات المنتخب ورانك المصري وكده يعني. وبالنسبه لك يا عمر؟ يعني النادي الاهلي موفر لنا كل الحاجات اللي احنا محتاجينها، يعني مدربين طبعا على اعلى مستوى ومدربين فيتنس ومدربين فنيين طبعا بيعدونا احسن اعداد للبطوله. يعني مثلا تصفيات في النادي دايما بيخلونا دايما في حاله اكتف كده، اللعيبه ما بتريحش ما بتنامش وفي التزام. ما فيش هزار. ما فيش تمرين ما يترحش. ما فيش بطوله يعني لازم برضو فكره هنا ان انت لازم تحصل على يعني البطوله او فكره رقم واحد ده بتهالي مسؤوليه في حد ذاتها. يعني انت مش بتخش علشان تفوز وخلاص، لا لازم مركز اول صح كده. ده يعني بيمثل ضغط عليكم برضو صح؟ اكيد طبعا النادي دايما بيسعى ان احنا نجيب اول. طبعا مفيش بديل طبعا الاول، يعني اي حاجه غير الاول ما بيعتبرش مكسب يعني. طب خلونا نتعرف اكتر عليكم بقى، يعني خلفياتكم الدراسيه، عندكم كام سنه، في اي مرحله في الدراسه ابتديتوا مع الكاراتيه في سن قد ايه؟ تعالي نبتدي بيكي. انا ابتديت كاراتيه وانا عندي 4 سنين. انا عندي دلوقتي 14 سنه. مين اللي وجهك للكاراتيه؟ هو صراحه انا كنت ماشيه في النادي كده ففجاه لقيت كاتا كده حلوه لعبه. أوكي. يعني عجبتك استهوتك؟ اوكي فقلت انا عايز العب. حلو. وبعدين بقى يعني دلوقتي عندي 14 سنه وفي منتخب مصر الحمد لله ما شاء الله. طبعا وفي اولى ثانوي. دراسيه في سنه كام بقى؟ اولى ثانوي. اوكي. وعارفه توزيني ما بين الدراسه والتمرينات، وخصوصا احنا بنتكلم على بطله، يعني مش مجرد واحده بتمارس الرياضه، يعني البطوله دي بتتحقق بعد كتير من التعب والمجهود والتدريبات والمعسكرات والبطولات الى اخره، فبتوازني ازاي ما بين الاثنين؟ هو طبعا تعب، يعني احنا بنرجع من التمرين بنبقى تعبانين مش قادرين نعمل حاجه. طب. فالحمد لله يعني بوازن على قد ما اقدر. ستي مريم شكلك هادي قوي على الكاراتيه صح؟ انا ما تحسش الشخصيه او في حته او جانب عندك احنا مش عارفينه او مش باين صح؟ ممكن اكون باينه هاديه لكن في الملعب مش هاديه خالص. مولع الدنيا في البطولات. طيب وانت ابتديت في سن قد ايه وحاليا في اي مرحله دراسيه؟ انا ابتديت وانا عندي 5 سنين وانا صغير. دلوقتي انا في اولى ثانوي عندي 15 سنه. يعني حبيت الكاراتيه وانا صغير، ماما هي اللي عرضت عليا الفكره وقالت لي ودخلت جربت ويعني لقيت نفسي في اللعبه. جميل. بس وارتحت فيها لحد ما كملت. والدراسه طمنا عليك انت كمان عامل فيها ايه؟ يعني الحمد لله ماشيه. يعني لا اصل غصب عنهم انتوا بيبقى في اوقات لازم يعني في بطوله في معسكر ما بقاش في امكانيه ان انا اذاكر، يعني برضو مرحله الثانوي او ثانويه عامه او اولى ثانوي حتى صعبه يعني مش سهله. انا فاكره احنا اول شهر ونص كاملين احنا انا اول شهر ونص ما رحتش المدرسه. يعني كان اسبوع معسكر وبعدين سافرنا وبعدين معسكر تاني وبعدين معسكر تاني وبعدين تصفيه وبعدين بطوله. فاول شهر ونص ضاع واحنا ما كنتش عارف اي حاجه خالص عن المنهج.
يس الحمد لله. بس هل المدارس عندكم يعني متفهمه وضعكم؟ هل في تنسيق ما بين النادي مثلا وبين المدرسه بحيث ان لو في غياب وخصوصا لو غياب هيطول حبتين نتيجه ان انتم مسافرين او عندكم معسكر خارج البلاد، يعني متفهمين الحكايه دي، مقدرين ان انتم ابطال في الرياضه فبيسهلوا لكم شويه الماموريه؟ اه طبعا، يعني مثلا بنجيب ورق من المنتخب بنقولها في معسكر، فالمدرسه بتفهم ده ان احنا لازم نغيب عشان المعسكر وكده، فالمدرسه بتدعمنا يعني كويس. وانت عمر برضو الدنيا ماشي الحال؟ احنا اه بنطلب جوابات مثلا من النادي او من المنتخب وجوابات بنقدمه للمدرسه عشان لو في مثلا مشكله في الغياب او كده. طبعا فطبعا بيتشال من علينا قصه الغياب دي. طب البطوله الاخيره نتكلم عنها شويه، مين اكتر المنافسين اللي كانوا مقلقين بالنسبه لكم، وفي نفس الوقت برضو ايه اللي كانت الماتشات الغير متوقعه؟ يعني في كده اوقات بيبقى في بطولات ماتشات بنفتكر انها صعبه بتبقى سهله والعكس صحيح، خليني اعرف منكم. هو انا صراحه في الكات عندي انا دايما لما بخش العب اي حد باخده كمنافس قوي، حتى لو يعني حتى لو هو ضعيف برضو باخده كمنافس قوي. برافو. فده حاجه يعني بتخليني اشتغل اكتر كويس. اه واكتر يعني زي ما بيتقال ماتش انت شفتي ادائك فيه كان بالنسبه لك مرضي اكتر كان مع مين؟ كان اخر ماتش الفاينل، وكنت يعني الحمد لله كنت كويس. هي في الكات عموما المقاييس ايه؟ يعني ايه اللي بيخلي حد يطلع مركز اول ومركز ثاني؟ طالما احنا بنتكلم استعراض اكتر يعني صح؟ ما انا فاهم، بس يعني هل جماليات العرض اللي بيتقدم ده اللي بيفرق؟ يعني الحسبه بتتحسب ازاي؟ هو يعني منظرك على الملعب، وشك، السبيشال ستايل بتاعك، حركات الكاتا يعني صح. مش بيكون المستويات متقاربه الى حد كبير في البطولات الكبيره؟ بيبقى كل المتنافسين كلهم اقوياء وكلهم عندهم قدره على ابهار الحضور. الانسجام مثلا يعني يعني اه يعني مثلا تبقى داخل في مود الكاتا كده، يعني ده اللي بيفرقك عن بقيه الناس. اوكي. هو انت كاتا ولا كوميتيه؟ انا كوميتيه، بس انا بلعب كاتا هنا في مصر، انما صراحه قصه المنتخب لا رفضت ان ادخل فيها، يعني كنت ممكن اخش فيها بس انا بس رفضت. تخصصك كوميتيه؟ اه تخصصي كوميتيه، انا بلعب كاتا بس يعني انا مركز اكتر في الكوميتيه، حبيت الكوميتيه اكتر طبعا، بحب الكاتا وبحب العبها. مع ان الكاتا امن يعني مش كده برضه؟ مش قصه امن، بس انا لقيت نفسي في الكوميتيه، يعني لعب الكاتا بتبقى استعراض اكتر، الكوميتيه بيبقى لعب بقى وضرب وكده يعني. لا وكلمه المنافسه بتكون متحققه اكتر في حاله الكوميتيه. اه بالظبط، يعني الكاتا الناس كلها بيبقى شكلها حلو، الناس كلها بيبقى شكلها مبهر، بس ابهار عن ابهار بيفرق. عاجبك الكلام اللي بيتقال ده؟ لا والله مش قصدي حاجه، بس الكاتا في لعيبه، لا فاهمينك، في لعيبه بتبقى مبهرين قوي، في طبعا لعيبه بتبقى كويسه، بس طبعا في لعيبه بتبقى فارقه. الكوميتيه طبعا بيبقى فيه برضه لعيبه انت بتشوفها بتقول اه ده لاعب شكله كويس، لاعب شكله حلو، لعبه التكنيكس بتاعته، شكل الضربات، حركة الضربة، السرعة، القوة بتاعتها. بس فدي حاجات برضو بتفرق أكيد. والأكتر المنافسين برضو أنا عايز أعرف بالنسبة لك أنت عمر كان مين؟ ولد من تونس، ولد من الكونغو، يعني أنا لعبت في بطولة أفريقيا، ولد من تونس، ولد من الكونغو. ماتش تونس كان ماتش الحمد لله ده ماتش راضي فيه عن نفسي جدا كويس. ماتش الكونغو ماتش لعبته حلو وكان ليا كذا نقطة، بس طبعا اتظلمت فيها، بس طبعا الظلم التحكيمي ده مش مبرر يعني، في الأول في الآخر شماعة بنعلق عليها، بس طبعا كان عندي أحسن من كده أكيد في الماتش، بس كان ليا حاجات إن أنا أخليه أكسب الماتش، والولد يعني حصل دروب في الماتش، والولد عمل حاجة خلتني إن أنا أخسر الماتش. إيه عمل إيه بقى؟ يعني أنا ضربت ضربة بسيطة جدا، هو الولد يعني مثل في الضربه زياده. حتى في الحاجات دي تحصل يعني ده حصل في الاولمبياد مش معانا بس يعني صح لعيبه كبيره يعني. شفناها في اخر اولمبياد تعب للاسف الشديد. على كل حال احنا بنتعلم، انت لسه قدامك يعني فتره طويله جدا، لسه قدامكم بطولات كتيره جدا، فاستعدادات بقى حابين برضو انا وكريم نعرفها منكم الفتره اللي جايه، ايه القريب، ايه البطولات اللي جايه؟ هبدا بيكي اتفضلي. انا ان شاء الله يعني طموحاتي اللي جايه ان انا ابقى بطله عالم والاولمبياد كمان، لو الاولمبياد تاني كاتا دخلت في الاولمبياد. اوكي. وابقى بقى في شغلي بقى ابقى كابتن طيار. كابتن طيار ده كلام عظيم. لا بس بجد حلوه دي جدا الكلام، بس محدده اهدافك. أيوة كما ينبغي. برافو عليك وربنا يقدرك كده ويوفقك في ان انت تحققي الاحلام دي كلها. وانت عمر بتفكر في ايه في اللي جاي؟ هل هتستمر في الكاراتيه ولا انت شايف ان ممكن
يعني تكمل فيها لفتره معينه وبعد كده تشوف مستقبل مختلف شويه، طبعا دراسه مختلفه، شغل مختلف؟ طبعا حلم كل لاعب انه يبقى في الاول في الاخر بطل عالم واسمه يتذكر على طول، وطبعا حلم ان البطولات اكسب بطوله مره واحده ده اكيد حلم عادي، ان الواحد دايما بيسعى ان يحافظ على النجاح من النجاح، يعني نفسي طبعا بطل عالم اكتر من مره، نفسي طبعا كرة تخش الاولمبياد تاني عشان ربنا يكرمني ان شاء الله والعبها، وبعد كده بقى مستقبلا ان شاء الله نفسي ابقى ضابط جيش ان شاء الله. حلو بقى، حلوه بجد طموحاتكم انتوا الاثنين حلوه جدا. طب عندي سؤال اخير لان الوقت بيجري، لو كريم طبعا عنده حاجه ثانيه عايز يسال عنها، الداعم اللي في البيت مين اكتر حد؟ طبعا هسالك ملك وعمر الاثنين، عايز اعرف مين اكتر حد داعم عندك في البيت؟ طبعا يعني ماما وبابا، بس طبعا يعني انا بصراحه ماما بتتعب جدا معايا وهي اللي بتوصلني التمرين، ويعني بتفضل سهرانه معايا لحد بالليل عشان التمرين والمذاكره وبتبقى تعبانه، فاكتر داعم ماما وبابا الحمد لله. حاجه كبيره طبعا لسانت وانكل كمان. ولي انت يا عمر؟ انا داعم عندي في البيت طبعا ماما وبابا على طول، هم اللي جنبي في كل حاجه، سبورت سيستم في اي حاجه طبعا، وخاصه ماما كان هي اللي معايا على طول، يعني هي اللي بتحضر معايا اغلب التمارين، بابا دايما في الشغل بس طبعا دعم ليا ما اقدرش ان انا انكره، وطبعا الكباتن بتوعي طبعا ما اقدرش انكر فضلهم عليا، كابتن مراني، كابتن مهاراته، وكابتن الفيتنس بتاعي طبعا كابتن احمد بياضه، ما اقدرش انكر فضل دول الحقيقه، كابتن مهاراته كان على طول كان جنبي، ومش مجرد مدرب بس، لا مدرب كان مدرب واخ حلو قوي. حلوه العلاقه دي طبعا، صحيه جدا، كويس جدا ما شاء الله عليك بجد، حاجه تفرح وحاجه تطمن كده على اللي جاي ان شاء الله. ربنا يقدرك وتبقى بطل في العالم فعلا، وانت كمان يا عمر نورتونا وشرفتونا تاني، مبروك على البطوله الاخيره، واحنا مستنيين منكم ان شاء الله الفتره اللي جايه بمزيد من البطولات والكؤوس والميداليات ان شاء الله. بس ما تبقوا بقى ابطال عالم بقى ونيجوا نطلبكم، ما تطلبوش بقى فلوس على بعد كده هتدفعوا كام، عارف الحاجات دي. افتكروا برده ان انتوا كنتوا معانا وهنا كان وشه حلو عليكم. خلاص لا انا بهزر عامه. نورتونا، نروح فاصل سريع لسه فقراتنا ما خلصتش، ونرجع نكمل مع حضراتكم اخر فقره في حلقه النهارده. زي ما احنا عارفين يعني امم افريقيا خلاص هي الملف الابرز حاليا، وبنتكلم بدانا في العد التنازلي لانتهاء البطوله، ربنا ان شاء الله كده يسترها معانا. اكيد هنتكلم عن الرؤيه الفنيه للمباريات في العموم، وماتشنا كمان بكره امام كوت ديفوار اللي الناس كتير قوي ابتدت تتهكم وابتدت تتوقع وابتدت تحلل من قبل اصلا ما المباراه يعني تتلعب او حتى نتكلم في تفاصيلها. على كل حال هنفهم كمان وهل الفتره اللي جايه مباشره ولا لا، يعني اعتقد النهارده هيبقى في نوع مختلف لان احنا في ايجابيه قوي مع ضيفنا قبل الهوا، يعني كان بيتكلم بالشكل ده. خلينا نرحب مع الناقد الرياضي الاستاذ وليد الحديدي. صباح الخير، وانا عاجبني الروح المختلفه. صباح الفل، ازيك يا هوا؟ منور الدنيا. اهلا بيك كريم، ربنا يخليك. حضرتك معانا في الصحف الاهلي، وقبل ما نطلع لحضراتكم على الهواء مباشره في الفاصل كانت نهاوند بتسال الاستاذ وليد، بتقول له ايه، بتساله عموما مش بس فيما يتعلق بمباراه بكره، بتقول له بشكل عام انت متفائل ما خدش كسر من السنه ولا عايزين بقى نعرف الاماره بتاعت التفاؤل عشان حتى نستمد منك الروح الحلوه دي. شوف خلينا نتكلم بس بشكل عام، اولا الناس لازم تعرف قيمه منتخب مصر، يعني احنا لما بنتكلم عن قيمه اسم منتخب مصر الفكره مش شفونيه او عنجهيه او ان احنا يعني معتزين باسم بس منتخبنا في المطلق، لكن انت لو تابعت الميديا مش بس حتى في افريقيا، في العالم كله قبل البطوله هتلاقي الناس بتتكلم عن منتخب مصر انه داخل البطوله مرشح للفوز طبعا. فدي اول نقطه. صح. تاني نقطه ان انت عندك جيل حالي، جيل مميز، يعني انا بشوف والحقيقه انا بستغرب من ده، ان في بعض وسائل الاعلام وبعض النقاد او المقدمين او تيفر يعني اللي بيتكلموا في الاعلام بعيدا عن السوشيال ميديا بيتكلموا احيانا بنوع من التقليل او التهكم لبعض الاسماء في منتخب مصر. صحيح. ويرد ده بناء على رؤيه فنيه او بناء على داتا او معلومات، لا بيكون بس مجرد انه عشان يعمل ترند او غيره، ما يعرفش ان الحاجات دي بتوصل وبتاثر، ومش بس بتوصل لنا كلعيبه على السوشيال ميديا، لا الناس بره، الصحفيين بره، وانا ليا علاقات مع صحفيين افارقه وغير افارقه، بتشوف وبتتابع وكل حاجه بتترجم وتوصل. فانت حتى حته الرهبه بتاعت منتخب مصر اللي عندهم لما بيجي الميديا المصريه بتتكلم عن المنتخب بنوع من التقليل، فحتى فكره انه يدخل وهو خايف منك دي بتقل وبتنكسر، فده بيأثر علينا سلبيا. غير ان احنا عندنا جيل مميز من اللاعبين طبعا، مميز اذا احسن استغلال اكيد انا اتكلم كمان في النقطه دي، الجيل اللي عندك ده فيهم احسن لاعب في العالم، يعني فيهم محمد صلاح اللي هو احسن لاعب في العالم حاليا، يعني فعليا مش برضه كلام، مش مجرد كلام، وعندك بقى بس هو مش عارف يلعب منفردا، وفي نفس الوقت لازم يتم توظيفه صح، هو افضل والافضل، ولكن
ما فين الاجواء اللي تتيح ان هو يدي افضل ما عنده فعلا. بالظبط، دي مسؤوليه على كارلوس كيروش المدير الفني وجهازه، ومسؤوليه كمان على مجموعه اللاعبين، ومسؤوليه على محمد صلاح نفسه. ما في الاخر اصل الكره دي هي معادله كيميائيه، ما فيش حاجه فيها، مش عنصر واحد يقدر يعمل كل حاجه طبعا. فاذا محمد صلاح هيتميز فلازم ده يكون من محمد صلاح اولا، من زمايله ثانيا، وقبليهم كلهم طبعا الجهاز الفني. واستكمالا للكلام، ان احنا كمان عندنا مدير فني كويس. انا عارف ان الناس في مصر مستاءه منه، صح، ده تعبير حقيقي يعني، ومستغربه من بعض الحاجات اللي عملها سواء في كاس العرب. ان كنت انا بعتبر كاس العرب دي بطوله كانت استعداديه، فانا يعني مش عايز انظر لها كبطوله نقدر نقيم من على اساسها. وكمان كاس الامم الافريقيه اول مباراه نيجيريا كان فيها مساحه من التاليف واسعه جدا، وكان فيها تعامل غير جيد تماما من كارلوس كيروش على مستوى توظيف اللاعبين واختيار التشكيل وتحديد اماكنهم وغيره. لكن انا فيه هو في جانبين كده، عارف انت كان في كرتون زمان بتاع مازنجر المزدوج، كان عنده وشين كده، وش طيب وش شرير، فهو عنده وش طيب ووش شرير. الوش طبعا الشرير ده تعبير مجازي يعني، هو طبعا طيب ومحترم كل حاجه، الوش اللي فيه عند او تمسك بالراي خلينا نقولها يعني. بالظبط، هو عنده سمات شخصيه عنده طول عمره يعني. انا متابع كيروش من زمان جدا، من ساعه ما كان مساعد مدرب في مانشستر يونايتد من زمان، وما قبل كمان من بدايه ما كان ماسك منتخب الشباب في البرتغال، وفي بدايه التسعينات لما مسك منتخب البرتغال الاول، وكان ليه مسيره كده طويله. هو كان يعني كاسم في البرتغال اسم معروف، فاي حد كان متابع كره عالميه بشكل دقيق عارف الراجل ده. فهو عنده فنيات وبيعرف يبني جيل وبيعرف يكتشف مواهب وبيعرف يقدم اسماء جديده، وده عمل اوريدي مع منتخب مصر، وممكن كمان نذكر امثله. لكن مشكله الراجل ده طول عمره انه صدامي وعنيد، والعند احيانا احنا بنقول في المطلق العند يولد الكفر، ففي الكوره العند بيولد الاخطاء. فاذا تخلى كيروش، وانا شفت الملامح التخلي عن العند ده في ماتش غينيا بيساو وماتش السودان، انه بدا يتراجع لما لقى ما هو احيانا النقد بيبقى صحي. النقد الصحي امتى؟ لما انت تنتقد فعل خطا. بالظبط، لما تقول انت لعبت غلط، ده نقد عظيم جدا. لكن ما تستهنش بلعب وتقول ده ما بيعرفش يباطي يعني، لا ما فيش كده. لكن الاعلام المصري والجماهير المصريه، حتى الجماهير اللي سافرت يعني، الراجل ده كان خارج من مباراه نيجيريا بعد ما خسرنا 1-0، هو متخيل انه عادي يعني. انا بلعب نيجيريا دي منتخب مصنف قبلي حتى في افريقيا، عندهم نجوم، خسرت 1-0 بس، اول مباراه في البطوله بس، لسه ما تاريخه غيري. انا 7 بطولات ما فيش حد حتى قريب مني يعني. اكيد، بس خلي بالك في الكوره التاريخ دايما تاريخ يعني، في اوقات بس بنبني عليه برضو يا استاذ وليد يعني، ما نقدرش ان احنا نلغيه يعني. ده زي ما حضرتك بديت كلامك، هو بيخلي اللي قدامك عارف قوي هو داخل بيلعب مع مين، او القيمه اللي هو القسم بيضعها ليك. فيعني بالظبط، ما هو ده اللي هو ما كانش مستوعبه يعني، ده اللي كيروش ما كانش مستوعبه. هو كان متخيل زي ما بقول لك انه داخل مباراه في افتتاح، فتعالوا نجرب نخدع منتخب نيجيريا، فنحط محمد صلاح مهاجم ومصطفى جناح ونحط تريزيجيه. فهو عمل حاجات غلط، حسبها غلط، بس هو كان خارج مش منزعج قوي. بس لما لقى الجماهير اللي كانت موجوده، مجموعه الجماهير اللي سافرت من مصر بقى. فالناس لقى في حده في التعامل، حتى هو كان رد فعله كان غريب وعمل كده مشاهده. الحده دي كانت حاصله من اول حتى البطوله العربيه. ما عشان كده انا بقول ممكن البطوله العربيه يعني نلتمس العند طول معاه. ده اللي عايز اقوله يعني، لو افترضنا زي ما حضرتك بتقول ان هو يعني ابتدى يستدرك بقى الامور يعني، اتمنى يكون ده اللي حاصل فعلا، مش نتيجه مثلا احساسه بضغط مفاجئ من الجماهير الى اخره يعني. فكره ان هو تراجع في حد ذاتها يعني، شايفها ازاي؟ ما هو بص، البطوله العربيه انا ممكن التمس له 100 عذر. خلي بالك اللي عمله في البطوله العربيه ده هو اللي خلانا نكتشف مثلا ان عمر كمال عبد الواحد ممكن يلعب باك يمين، وحللنا ازمه لما اكرم توفيق اتصاب. هو اللي خلانا نكتشف ان ممكن يكون في زيزو يلعب في وسط الملعب بدل ما يلعب جناح بس، فممكن تستغله في وسط الملعب. هو خالي من الحسنات، لكن السيئات اكتر، ده اللي عايز اقوله. ما هو عشان كده بقول لك ان سيئاته مش في الفنيات، هو عنده فنيات لكن سيئاته في شخصيته.
اللي حصل في مباراة نيجيريا انه بعد المباراة تخلى عن جزء كبير، مش عايز اقول 100% لكن جزء كبير من السمات السلبية في شخصيته اللي هي فكرة العند او التجارب اللي بزيادة. عشان كده كنا في غينيا بيساو في الشوط الاولاني كنا ممتازين جدا وجبنا 3 كور في القايم وكان لينا فرص، في الشوط الثاني تراجع الاداء شوية بس منطقي مع الحمل البدني وانت عارف الاجواء في الكاميرون عاملة ازاي. كمان في السودان كنا بنأدي بشكل الى حد ما كويس وكسبنا وعدينا. خلي بالك برضو ان ظروف البطولة دي السنغال مثلا القوة المخيفة تعادل ماتشين وتكسب ماتش واحد بضرب الجزاء في الدقيقة 93 كانت زيمبابوي كانت هي الافضل وتصعد اول بهدف واحد بس، النهاردة الجزائر بتخرج رابع مجموعات. اقصد ان افريقيا مش اي مباراة انت بتخوضيها سهلة ومضمونة هي بالنسبة لك، بطولة ملهاش كبير وفي نفس الوقت في كرة القدم انت صعب اصلا تتوقع يعني. ده اللي شفناه مع منتخبات، قال لك في الاول الجزائر وبعد كده قلنا لا تونس هتخسر يعني فعلا في مفاجآت كثيرة قوي يعني. ده جامبيا وصلت دور 8، جامبيا اللي اول مره تشارك في حياتها في البطوله. صحيح. يعني انا عارف يعني قبل البطوله لو سالت مثلا 100 واحد في الشارع تعرف دوله اسمها جامبيا 90 منهم يقول لك لا فين دي زامبيا في الاخر. ايوه ده معناه ان جامبيا ممكن تبقى هي في راي حضرتك الحصان الاسود للبطوله ولا مش شرط؟ لا واقعيا خلاص تعتبر طبعا هي الحصان الاسود انتظارا لباقي المباريات. النهارده ملاوي بتلعب المغرب، مين عارف ما ممكن ملاوي تعملها طبعا ان شاء الله ربنا يوفق منتخب المغرب. النهارده غينيا الاستوائيه بتلعب السنغال، برضو وارد جدا اي شيء يحصل. لكن لحد دلوقتي المفاجاه الابرز هي جامبيا وجزر القمر كمان امبارح الحقيقه رغم الظروف الصعبه، رغم الظروف قدموا حاجه محترمه بصراحه. اللعبه كمان من غير حارس دي مش سهله ابدا ده بس يعني مش من غير حارس بس يعني ده 13 اصابه بكورونا ومنهم الثلاث حراس زي ما حضرتك قلتي. جايب باك شمال الوحيد النهارده المدرب ليه تصريحات بيقول انا يعني قالوا له انت اشمعنى اخترت ده؟ مش بيعرف يقف. قال لهم لا انا دخلت قلت لهم مين اللي عايز يقف جون فما حدش رد الا ده فجبت وقفته يعني. ف لا في الكوره دايما محتاجه كفاح وجزر القمر كافحت امبارح وادت عشان كده ظهرت بشكل كويس. جامبيا كافحت قدام غينيا وكافحت في المجموعه عشان كده ظهرت بشكل كويس. عشان كده كيروش عليه مسؤوليه كبيره جدا لكن كمان لا نتناسى مسؤوليه اللعيبه. انا كنت بدات ان احنا عندنا جيل مميز لكن التميز ده انا محتاج اشوفه في الملعب، محتاج اشوفه فنيات وقبل الفنيات لازم يبقى في روح واراده لو عايزين فعلا نتخطى الموقف ده. وعلى فكره مباراه صعبه جدا لازم طبعاً نؤمن بده والحظوظ فيها 50-50. انا بتفق معاك. وفي كمان يعني اسباب خارجيه بقى او على الجانب كده او على الهامش بتكلم برضو ان الناس متوقعه اخطاء تحكيميه بنسب مش صغيره، معرفش توقعات دي برضو هناخد راي حضرتك فيها. وفكره الارض، ارضيه الملعب كارثيه يعني مأساة. أرضية الملعب مش كارثية بس هي كارثة في حد ذاتها يعني. المشكلة ملعب شابوما ده أسوأ على مستوى التصميم، ملعب رائع جدا يعني لو شفت صوره من بره تقولي ده إليانز أرينا ولا كامب نو حاجة كده. خش بقى الأرض تتفاجئ يعني، عرفت انت اللي حلو من بره بس من جوه مشكلة. فالأرضية فعلا سيئة جدا. هو أنا عرفت إن اللجنة المنظمة حاولت في الأيام اللي فاتت تحسن الأرضية وتعمل حاجات كده، مش عارف بقى ربنا يستر ما يكونوش بيرشوها بويا خضراء زي ما احيانا بيحصل في ملاعب افريقيا. لكن الارضيه السيئه برضو بتبقى محتاجه تكتيك يعني تقدر تتعامل معها. خلي بالك ان انت برضو بتلعب منتخب كوت ديفوار ده كلهم بيلعبوا في اوروبا في كلاس A، فهم كمان متعودين على الملاعب البساط يعني ما هماش برضو جايين من الادغال، فهيبقى عندهم نفس مشكلتك. هم بس الميزه الوحيده ان هم لعبوا على الماتش على الملعب ده 3 مباريات فبداوا يعتادوا عليه. انت بالنسبه لك اول مره هتواجه ده في البطوله فهتكون محتاجه احنا خبراتنا ان شاء الله تقدر تتعامل مع ده. كمان فكره التحكيم اللي بتقولي عليها في الحقيقه البطوله على مستوى التحكيم خصوصا التحكيم الافريقي البعيد عن الشمال الافريقي احنا مستويات الحكام في شمال افريقيا الحقيقه مميزه الى حد ما، باستثناء يمكن رضوان جيد اللي كان مش سيء في اداره المباراه اللي كانت بين بوركينا فاسو والجابون. يعني كان مشدود شويه مش عارف ليه بالزبط. يعني هو جاي كان عنده تارجت كده عدد معين من البطاقات لازم يطلعه اللي هو بيقفل الحساب في اخر البطوله فبس. لكن الحكام الافارقه مفيش مبرر يخليهم يقصدوا يظلموا مصر ضد كوت ديفوار. انت ممكن لو بتلعبي الكاميرون زي ما حصل امبارح كان في بعض المؤاخذات على حكم المباراه ضد جزر القمر، لكن لو هو الحكم سايب علينا وعليهم فبرضه هي فكره مبررات مش عايزين نوجدها للناس. هو ده طبعا. احنا انا ليا ساعه بدايه المباراه وعلى مدار 90 دقيقه اشوف احنا بنتعامل ازاي. انا محتاج روح واراده لقيت اكاد ان الاراده والروح بتعوض الفنيات بنسبه كبيره. هي الحته دي انا كنت عايز اقف مع حضرتك عندها وخصوصا ان دي تاني مره بتذكرها جزئيه مسؤوليه اللعيبه بعيدا عن الجهاز الفني والتوجيهات الى اخره. هل في مساحه ان احنا برضو نستغلط اللعيبه
طول الفتره اللي فاتت، ولا لمجرد ان كل واحد فيهم اجبر على انه يلعب في مركز غير مركزه، فده بالتالي بيخلي المسؤوليه تتشال بالكامل من عليه. انا شايف الى حد ما ان حتى لو خديت كل لعيب يلعب في مركز ثاني غير مركزه، لازم يوريك على الاقل حد ادنى مرتفع من الجوده، يعني على الاقل، ولا ايه؟ متفق جدا. وبلاش، بص انا كمان هروح معاك، انا مش عايز من اللي لعب في غير مركزه يأدي، يعني في مباراه نيجيريا مش عايز محمد صلاح يأدي لو لعب في مركز غير مركزه وان كان بيلعب فيه في بعض الاوقات في ليفربول، وحتى مصطفى محمد مش عايز منه حتى يلمس كور. لكن تعالى بقى للتسعه التانيين اللي لعبوا في اماكنهم، يعني حجازي والونش كانوا بعيد جدا عن مستواهم في المباراه، اكرم كان كويس قبل ما يخرج لكن طبعا الاصابه دي حاجه قدريه، احمد فتوح برده قبل ما يخرج كان مستواه متوسط، النهارده وسط الملعب اذا كان موجود نني ولا حمدي فتحي ولا تريزيجيه كانوا بعيدين عن مستواهم وبيلعبوا في مكانهم، عمر مرموش بيلعب في مكانه كان بعيد عن مستواه. فاللي اقصده ان احيانا المدرب بيألف، فلازم تحمله مسؤوليه، لكن كمان اللاعب لازم يفهم انه مش بريء طول الوقت، لازم اللاعب يفهم انه عنده كمان مسؤوليه زي مسؤوليه المدرب، اللاعب هو مدرب جوه الملعب، ففي اساسيات في الكوره مش مقبول ان انت واللاعب كمان هو أدرى بكتير من كيروش في الحالة اللي احنا بنتكلم عليها بانعكاسات اللي هيعملوه على الجماهير طبعا، والتحفيل اللي ممكن يتحفل عليه، لأنه هو الراجل مصري وعارف الحالة عاملة ازاي، وعارف تطلعات الجماهير عاملة ازاي. فمثلا الاستلام والتسلم ده هو المدرب هيعلم لاعب بيلعب في منتخب مصر يستلم الكرة ازاي ويباص الكرة ازاي. كنا بنشوف اخطاء في التمرير، في التمرير حتى القصير. انا برضو ادي العذر، لسه مسافرين ومسافرين قبلها بكام يوم، واجواء الكاميرون فعلا قاسية، وفكرة انك تلعب 3 و6 في المعادين دول بيبقى الجو لسه فيه حرارة زايدة شوية والجو مش مناسب، فاحنا بدأنا نعتاد على الأجواء، عشان كده نتوقع ان شاء الله بكرة هيكون التوب فورم بتاعنا وهنظهر بشكل كويس يا رب. طب احنا نتمنى اكيد كلنا يعني ذلك، بس لو حضرتك من خبرتك بتشوف برضو ايه اللي بينقصنا علشان نعود مرة تانية سواء جاي او في حتى الماتشات اللي بعد كده، ان انا اظهر تاني صورة منتخب مصر اللي خلينا نبقى برضو صراحة لم تظهر خلال هذه البطولة في هذه النسخة. يعني احنا طبعا اتكلمنا عن نقطتين اللي هي الإرادة والروح اللي لازم يكونوا موجودين، غير كده نيجي بقى للمهم اللي هو اللي على أرض الواقع، الاختيار التشكيل. لازم كارلوس كيروش يدرس منتخب كوتيفوار كويس، لان منتخب كوتيفوار عنده مواطن قوة مهمة جدا في خط الوسط وخط الهجوم، والتعامل بتاعهم او تعامل المنتخب معاهم مش هيبقى زي تعاملك مع السودان ولا غينيا بيساو ولا حتى نيجيريا، لان طبعا هم اسرع من غيرهم في الارتداد من الهجوم للدفاع طبعا، ومن الدفاع للهجوم زمان طول عمرهم طبعا. طب هو ولحد دلوقتي طبعا المنتخب ده عنده نفس السمات دي، المنتخب ده عنده واحد من افضل لاعبي الوسط في العالم اللي هو فرانكي سي، جنبيه سانجاري ده برده لاعب مميز جدا، ميشيل سيري برده لاعب مميز جدا، دول ثلاثي وسط ملعب محتاج 3 يقابلوهم 3 وحوش في الكوره، يعني ما ينفعش تدي فرصه لفرانكي سي انه مثلا ياخد الكره ويتقدم ويبقى عنده رؤيه يدي يمين او شمال. ده راجع لدراسه الخصم، وفي نفس الوقت لازم اتعلم من اخطاء الماضي، لازم اتعلم من اخطاء اللي حواليا الماتشات اللي فاتت. ما السؤال بقى يا استاذ وليد، هل فعلا بتشوف ان المدير الفني بتاعنا بيعمل ده؟ ولو ما كانش بيعمله هل دلوقتي ممكن نتوقع انه هيبتدي يعمله كنوع من مسمى يعني او تحت مسمى التعلم من الاخطاء، ولا لسه العند زي ما حضرتك بتتكلم؟ بص يعني انا ليه قلت متفائل، ان لو كان فضل مستمر في نفس الاتيتيود بتاعه والتعامل في ماتش غينيا بيساو وماتش السودان كنت قلت لك لا يا خلاص مفيش امل خلصت يعني خلصانه نقفل كده الحلقه دي ونمشي ومفيش حل يعني. لكن لا، هو بدا يصحح جزئيا في ماتش غينيا بيساو، وبدا يصحح جزئيا اكتر في ماتش السودان، واللي جاي لنا من طبعا احنا زمايلنا صحفيين او مراسلين بيتابعوا هناك التدريبات كويس، وبنشوف بيحصل ايه، فاللي وصل لنا انه بدا يشتغل بشكل فيه منطقيه اكتر. تفاصيل الكوره وتفاصيل الخطه ومين يراقب مين ومين يعمل مين هو يعملها بشكل كويس، هو بس يبعد عن الحته الاوفر او الالترا اللي كان عاملها في نيجيريا دي، مش هتحصل باذن الله بكره، فيبقى بس انه يدرس منتخب كوت ديفوار بشكل كويس، يعرف مين هيراقب مين. عندهم مثلا كنت بتكلم عن خط الوسط، عندهم كمان 3 في الهجوم يعني متعبين جدا، لقيت فشفناه قدام الجزائر عملوا ايه، نيكولا بيبي اللي هو ده جناح ارسنال زميل محمد النني، فالمفروض محمد النني يكون عارفه وحافظه بقى ويغشش اللعيبه زمايله بيعمل ايه. عندهم سيباستيان هالر ده مهاجم اياكس وده هداف دوري ابطال اوروبا السنه دي، دوري ابطال اوروبا ده بقى اللي فيه صلاح وميسي وكريستيانو رونالدو وليفاندوفسكي، وهو ومع اياكس يعني يا ريته مثلا مع فريق كبير اللي هو فرص طول الوقت، فلا فده يديك انطباع عن قيمه
وفاليو اللي انت بتقوله ده يخوف. ما خوفش لكن والله يخوف. لا مش هيخوف بس حتى تلاقيه قاعد خايف معاكم. بس بص نفس الفريق ده لما لاعب سيراليون مثلا اتعادل 2-2 ليه؟ لان سيراليون كان عندهم ايمان في حظوظهم لحد اخر لحظه، جابوا كانوا متقدمين كوتيفوار 2-1 لحد اخر لحظه في الدقيقه 95 لو تتذكر الجون اللي مسك الكره وقعت منه وجت للاعب فانت ارجع تاني لحته الروح والاراده، لان هي صدقني في افريقيا تحديدا في الاجواء دي والظروف الصعبه دي وكل الضغط ده هي دايما هي بتكون كلمه الحسم. ليه؟ لان انا عندي تجارب اهو في البطوله واضحه وثابته. هو في اي مقارنه بين مستوى غينيا الاستوائيه والجزائر فرديا وجماعيا؟ غينيا الاستوائيه تكسب. في اي مقارنه بين مستوى جامبيا وتونس مثلا لما لعبت تونس كسبت جامبيا وتونس؟ شوف لما ركزت في الكوره وبقت هي الطرف الاضعف قدام نيجيريا كانت عامله ملحمه وخسرانه 5-6 لعيبه نجوم منهم علي معلول كورونا ما لعبش معاهم وقدروا يكسبوا نيجيريا وتخطوها. ليه؟ لان كان عندهم مساحه من الاراده والايمان في الحظوظ والايمان في الانتصار. انا دايما انا عايز ده يبقى يعني في سنين جدا يعني طبعا طبعا هو 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 اساس الموضوع، يعني هو لب الموضوع بعد كده ممكن تبني عليه اي حاجه. فتره الانتصارات بتاعتنا بتاعه 3 كاس امم مع كابتن حسن شحاته والجيل طبعا المميز في 2006 و2008 و2010 لما بنيجي نسترجع والناس بتتكلم واللعيبه يقول لك كنا بنتكلم وبنشغل اغاني وطنيه وبنتكلم عن مصر وكان في يعني تحميس طول الوقت. ما دي حاجات بتفرق في الكوره بجد. لازم ده يكون عندنا كجزء، لكن طبعا الاساس هو الدراسه والفنيات والمراقبه والسرعات وكل حاجه. فتره كابتن حسن شحاته بالمنتخب الجيل الذهبي اللي كان معاه برضو يعني كانوا مساعدين المشجعين ان هم يشجعوا بحماس وبيقين وبثقه، واخد بالك ازاي؟ لكن ال- 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 الانهزاميه اللي موجوده عند مش عايز اقول البعض للاسف الكثير من المتابعين والمشاهدين ما هي برضو مش جايه من فراغ. ماشي انا متفق معاك، بس انا شايف ان هي برضو زياده عن الحد شويه يعني او طولت شويه او بدات تاخد منحنى مختلف عن الناحيه الصحيه اللي فيها. يعني انت زي ما قلت لك بنصدر الانهزاميه دي حتى للعيبه طبعا. ما هو انا يعني انا مثلا في حد بيتكلم في الميديا بيتكلم مثلا عن محمد النني، يعني خلى ابو النني يطلع يرد اللي هو ما بيقول لك مثلا ينفع يلعب في درجه ثالثه؟ ازاي تتكلم عن لاعب في ارسنال وليه قدر من الاحترام والوجاهه والراجل كان عنده نجاحات ولعب كوره افرضي انه غلط او لعب ماتش سيء، بس هل توصل لمرحله انه ما ينفعش يلعب درجه ثالثه مثلا؟ فده وصل. ما هو لو وصل لابو النني فاكيد وصل للنني. نفس الحكايه كل لاعب، اتكلم عن كل لاعب على حده. ونفس الحكايه المدرب، يعني في انتقادات زي ما قلت لك بتكون انتقادات تبني وفي انتقادات تهد. السوشيال ميديا دايما ليها نفس ذات الوجهين، في حملات او طريقه انتقاد على السوشيال بالظبط. فلا لو بتكلم بشكل عام انا لو كنت متفائل وكنا بنتكلم قبل الهوا عن التفاؤل ما بقتش متفائل. لا لسه متفائل. تفاؤلي مبني على اسس، يعني في اسباب والاسباب دي شرحتها اتمنى توصل لكم. طيب. انا مش خارج من هنا لو الا ما تتفائلوا. بص انا لسه من الاستوديو ده متفائلين الا لما نبقى ثلاثه متفائلين. هسالك على حاجه ويمكن ممكن دي تبقى من اخر حاجه عندي انا، يعني لان الوقت كمان كان في خبر معانا في الصحافه النهارده بيتكلم ان كيروش اسند الجهاز المعاون القضيه او الملف الخاص بالدعم المعنوي. البعض قد يرى ان دي حاجه كويسه وكده كده ده دور برضو جهاز المعاون، البعض الاخر قد يرى ان بالعكس ده دور المدير الفني نفسه عشان حتى التواصل، والبعض الاخر شايف ان اصلا تفسير الخبر ده ان هو فعلا الكيمستري بينه وبين اللعيبه غير جيده تماما. اي مدير فني اجنبي بيكون صعب عليه انه يوصل ل يعني انت مثلا حضرتك او انا او حضرتك لو جيتي مسكتي منصب في المانيا وحبيت تحمسي الالمان بعد 3 شهور على فكره موسيماني عمل ده، معلش مع احترامي الشديد موسيماني اللعيبه كانوا في افضل ليفل من الدعم المعنوي وقت لما هو جه وكان في الشهور الاولى، عفوا مش الشهور الاولى كمان في الايام الاولى. موسيماني مدرب افريقي وعايش الاجواء وعارف وحافظ النادي الاهلي وجهه، النادي الاهلي كسبه قبل كده وكان بينهم صوالات وجولات وكان حافظ لعيبه النادي الاهلي بالاسم تشكيل اساسي واحتياطي بتاريخ المواجهات وعارف مصر وعارف اجواء، يعني احنا في الاخر برضو مجتمع واحد. لكن غير كارلوس كيروش اللي هو الرجل الاوروبي اللي ما يعني هل مثلا ما فيش عنده في البرتغال اغنيه بيشغلوها فتحمس زي ما بيحصل هنا؟ هو اكيد كان بيعدي. سالتك انت برتغالي تقول لي مفيش كده اكيد ما فيش
كده، هم ناس عمليين، عملي بحت يعني. اكيد هو كان قاعد وعصام الحضري وشوقي وضياء السيد بيشغلوا لهم مثلا اغنيه وبيتكلموا وبيشغلوا فيديوهات، اكيد كان قاعد مستغرب يعني، اكيد بالنسبه له ده مشهد سينمائي، بس ما كانش ينفع كيروش يعمله، لكن ده دور من ادوار الجهاز طبعا. خدتها في حته. ده قبل ما الوقت بس يعني يسرقنا اكتر من كده، عايز اروح معاك سريعا كده للقاء المرتقب بين محمد صلاح وساديو ماني. اه طبعا لقاء مصر والسنغال اللي طبعا اسفرت عنه القرعه. بص الميديا عامل ازاي؟ الميديا الانجليزيه من ساعه القرعه ما بتتكلمش غير عن الموضوع ده. في اصل في خلفيات طبعا، كان في بعض الكلام المناوشات دي. هو مبدئيا كاس العالم اكيد هيخسر واحد فيهم، محمد صلاح وساديو ماني، اثنين من افضل اللعيبه في العالم طبعاً. ومحبوبين جدا من جانب جماهير ليفربول. المناوشات كانت في فتره من الفترات، لكن اعتقد العلاقه جيده بينهم، لكن ده مش هيمنع ان الحماسه في ارض الملعب هتزيد، ودي واحده من صعوبه المواجهه. يعني ساديو ماني لما مع السنغال كان بيواجه زيمبابوي او كان بيواجه اي فريق تاني، مش هيبقى دوافعه ودوافع زمايله زي ما يواجه محمد صلاح. اكيد طبعا. ساديو ماني هيجيب اللعيبه كده ويقول احنا بص هنكسب صلاح يعني طبعا. فدي هتمثل صعوبه، كل واحد عايز يثبت جدارته. طبعا محمد صلاح يعني في حته تانيه مؤكد، الراجل ثالث احسن لاعب في العالم وكان مرشح يبقى احسن لاعب في العالم، فبتزود المواجهه، هتخلي كل السبوت كل وسائل الاعلام حط عينيها على المباراه، لكن باذن الله باذن الله الجيم الثنائي ده يبقى لصالح محمد صلاح برضو. انا متفائل. نورتنا يا استاذ وليد والله. تحليل جميل وفقره حلوه، نورنا تاني ان شاء الله. اتشرف هنستناك تيجي تنور تاني بقى ان شاء الله قريب باذن الله. ان شاء الله بنشكرك على وجودك معانا جزيل الشكر، وشكرنا موصول لكل حضراتكم على حسن متابعتكم لحلقتنا النهارده. بكره ان شاء الله يتجدد لقائنا بيكم في حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.